بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت الذي ينعم به أطفال العالم بالدفء والأمان في بيوتهم ويذهبون إلى مدارسهم بأمان، وبينما يجد المرضى في كل دول العالم مشافي ومراكز صحية تقدم لهم الرعاية الصحية، فإن طلابنا ومعلمينا حرموا من مدارسهم التي دمرها الطيران الروسي بشكل متعمد. فقد قام هذا الطيران خلال 5 أيام فقط وعلى مدار الساعة بآلاف الغارات على مناطق آهلة بالسكان، مستخدما الصواريخ شديدة الانفجار والقنابل العنقودية المحرمة دوريا، ضاربا بعرض الحائط كل ما يمت للإنسانية بسلة، مما أدى إلى وقوع مجازر مروعة راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء في حلب وريفها. ونظرا للاستهداف المتعمد للأفران والمشافي والمدارس والمدنيين في حلب وريفها الشمالي خاصة، والتي أصبحت شبه محاصرة ومعزولة، فإن مجلس محافظة حلب الحرة يعلنها مناطق منكوبة. وقد أدى هذا التدمير الوحشي والمجازر التي يندى لها جبين الإنسانية أمام صمت عالمي ودولي مخزي إلى موجة نزوح جماعي جديدة لعشرات آلاف المدنيين أكثرهم من الأطفال والنساء، فلجوا إلى الريف الغربي لحلب وإلى الحدود التركية السورية مفترشين الأرض وملتحفين السماء رغم برد الشتاء القاسي وملاحقة الطيران والصواريخ الروسية لهم. في ظل هذه المأساة الإنسانية التي لم يشهد العالم مثيلا لها، فإن مجلس محافظة حلب الحرة يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الإنسانية وجميع حكومات العالم وعلى رأسها الإدارة الأمريكية لتحمل مسؤوليتها الإنسانية والقيام بكل ما يلزم للجم هذا العدوان الروسي الوحشي على المدنيين الأبرياء. ويتوجه مجلس المحافظة بنداء خاص وعاجل إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير تميم بن حمد والرئيس السيد رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن دماء السوريين أمانة في أعناقهم، فليس للأبرياء نصير بعد الله غيرهم. فعيون الأطفال وقلوبه المليئة بالخوف والرعب من أصوات الانفجارات يملأها أمل كبير برؤية موقف إنساني حازم يعيدهم إلى بيوتهم ومدارسهم دون الخوف من أن يحولها الطيران إلى مقابر لهم. وإلى الشباب الصامدين على جبهات القتال الذين يتصدون لعدوان المرتزقة الطائفيين، نعتز بكم ونشد على أيديكم ونقدر تضحياتكم وبسالتكم، فأنتم الأبطال وصناع التاريخ الحقيقيون. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لمعتقلينا والنصر لثورتنا المباركة.